السلام عليكم. احنا دابا كنتواجدوا في واحد المدينه سميتها فيفي في سويسرا، مدينه من المدن اللي كيطلوا على لاك ليمون. هذا هو لاك ليمون، الجانب الاخر اللي كتشوفوا داك الجبل اللي كتشوفوا، هذيك فرنسا، وكاين الحدود في هذا لاك هذا ما بين سويسرا وفرنسا. ما كتشاهدوا مدينة كلها عايشة على هذه البحيرة، هذه مناطق سياحية. هنا تشاهدوا كذلك يوفروا الناس دي باركينغ، كذلك مقاهي. هناك كذلك ميناء لراسو السفن الصغيرة اليخوت. كما كتشاهدوا في لاك راه مجموعة ديال الناس اللي كيصرفو شوية على الشكل كيما صوني هذا. بغيت نبارطاجي معكم هاد الدويرة هادي، باش تعرفوا بأن من ضايع ولا بحيرة نقدروا نصنعوا اقتصاد، نقدروا نخلقوا مدينة. اللي خاصنا هو التفكير في هاد المشاريع، لأن حتى في المغرب كاين مجموعة ديال البحيرات غير ضايعة ما مستفيدش منها. على سبيل الذكر كاين ضيط رومي في الخميسات، كاين كذلك ضيط تنزرف في الخميسات. هاد الماء ما زكزا، مجموعة ديال البحيرات، ولكن للأسف كما كتشاهدو دايرين الناس فين يلوحو القبال، إذا كتبقى كتبقى الضايه ديما نقيه. وكما كتشاهدوا الماء، قربكم من الماء باش تشوفوا الماء شحال نقي. هنا الريطه كاين معالجه المياه، كذلك كاين مجموعه ديال الانواع ديال الطيور، كاين دجاج الماء. كتشاهدو مقهى ولكن داخل في لاك. المحلات كيبيعو لك خبز، كتشوفو الإقبال عليهم كيفاش داير. هيا كيحيط هاد الحيط هذا باش كيبروتيجي، مسألة ديال الأمان بالنسبة للدراري الصغار الأطفال. الجانب الآخر كما كتشاهدو كاين وريضات مختلف الأنواع مختلف الألوان، وكذلك هذه هنا كاين أوطيلات وكاين ديور كيتكراو بقا يجي يدوز العطلة ديالو هنا. دول نسات الشجر، حتى هاد المنظار هنايا كتكريه باش كتشوف الضيفة الأخرى. مش حنا ما قادرين نصابو بحال هادشي، قادرين يكون عندنا مشاريع بحال هادو. صغير بداية، ثاني بدا راه الأمور غادي تمشي، لأن هاد المشاريع تقريبا منعدمة في المغرب. قولوا لي شي مدينة في المغرب كيستافدو من الضايات ديالها ولا من الضايات ديالها. شوفوا مقاهي،
ماشي عامر. اقتصاد محرك. التكنولوجيات ديال الناس ذو الاعاقات او ما كاينين ما كيحترموا الجميع اللي بون باش الانسان يستراح. بوبل في ما مشيتي كاين ديال بوبل كتبقى الضايه ديما نقيه. اخوتي اخواتاتي نتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو هذا، ونضرب لكم ان شاء الله موعد في ضياء اخرى ان شاء الله. تحياتي للجميع والى اللقاء.